السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من لعبة ارك. معكم سلطان او سولي جيمر، وما سبقتها وما نسيتها. وقبل أن نبدأ المقطع لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة اذا مشترك. خلونا نبدأ. طيب، في الحلقة الاخيرة ضبطنا موضوع الابكس، وصار انتاج البيض جدا ممتاز من ناحية ايج ابكس، ومن ناحية الألفا، ومن ناحية التوكسيد مرة كمية كبيرة، والإلكتريك مرة ممتازة. فأمور إنتاج البيض عشان نصنع الكبل شيء جدا صار سهل وبسيط بالنسبة لنا. طبعا الآن لسه الماب أو العالم لسه قاعد يتحدث. طبعا الشيء اللي سويته خلف الكواليس، طبعا زي ما انتم شايفين أنا ما عندي إلا الإبكس غريفن الناري، للأسف مات علي وأنا أحاول أبحث عن المواضيع الإلكتريك اللي هم اللي أحتاجهم عشان أقدر أنتج بيض الإلكتريك. فبسبب هذا الشيء الجريبن الناري بصراحة كان قوي، مو بقوة الإبكس، لأن الإبكس جريبن له خواصه خاصة فيه، يعني طريقة الضربة خاصة فيه الجريفن العادية، ولكن الفاير جريفن كان النار جدا دمجه عالي، لكن هذا برضو دمجه جدا عالي، لكن بدل الناري هذا يعوضنا ونعرف دمجها. طبعا تقولوا من فين جاء الويفرين هذا والويفرين الثاني؟ انتوا عارفين انه كان عندي بيضات قابلة للتفقيس، وطبعا فقستها وانتج عندي الويفرين هذا والويفرين هذا، ولكن كلهم فيميل، بس ما اعتقد انهم حيتزاوجوا. اوكي، انيبل ميتنج انا مسويه، هذا وهذا، هذه انثى، لا تقول لي هذا انثى كمان، كلهم للاسف لازم لي هذول زي بعض، فلازم لي ذكر عشان، فما هم شيء مهم عندي. طبعا هذا برضو ابيكس اللي جبتهم، طبعا هذول افضل الكائنات او الديناصورات اللي تقدر تروضها وتكون ابيكس عشان تنتج لك بيض، يعني مجرد انتاج بيض لا اكثر ولا اقل. زي ما انتم شايفين حاط ذكرين وثلاثة اناث قاعدين ينتجوا لي بيض، ما هو بالسرعة المطلوبة ولكن بشكل يوفي. الافران كلها شغالة لاني قاعد احرق الحديد اللي جمعته. فخلونا نشوف المرحلة القادمة، ايش الكبل اللي نحتاجه عشان نروض كائن اقوى. طيب، خلصنا موضوع التوكسيد، وخلصنا موضوع الالفا، وموضوع الاليمنت، الموضوع سبيشال كبل. سبيشال كبل يحتاج له الفا ايج 3، ابيكس بلود 2، ابيكس ايج 1، والليمون واللحم المطبوخ وفايبر وميجوبيري، مرة 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 بسيطة. فراح نجمع المكونات هذه بكل بساطة. المرحلة اللي بعدها اللي هو تقريبا انجرام إليمنتل، نفس الإليمنتل هذا، لكن الإليمنتل هذا عادي والإليمنتل هذا انجرام، شيء أقوى منه وأقوى من سبيشال والإبكس. متطلباته جدا بسيطة، ولكن موضوع الريش ما أعرف كيف آليته أو كيف أجيبه. اعتقد انه انا عندي ريش، لكن اعتقد فاير، فلازم نقتل من الكائنات الفاير عشان نجيب ريش، ها، والايس عشان نجيب الريش كمان، الثلجية والنارية، وبرضو اللي هي زي اللي برا عندي اللي هو الاخضر، وكمان الكتريك اللي هو الاصفر. فموضوع الريش اعتقد جدا بسيط، ناخد جولة بسيطة بطاير عندنا قوي ونشوف هل فعلا الريش يجي بالسهولة هذه او لا. طيب، راح نبحث عن كائن إلكتريك أو إلكتروني أو كهربائي نقدر. بصراحة ما حدور على ليفل معين منطقة، هذا آيس غريفن، في واحد قريب مننا هنا ليفل 100، وفي واحد ليفل 40 في الصحراء، فأنا بروح لليفل 100 ولاني خايف منه. فخلونا نروح، أوكي موجود هنا، فخلونا نتوجه له ونشوف. حرفيا الجريفن هذا مره سريع. اوكي، وصلنا عند الجريفن.
اوكي 41 اللي ما يا حبيبي انا ما ابغى اروضك، انا ابغى اقضي عليك، حشوف ضربة الكاميكازي من مرة واحدة راح تنفع. اوكي قتلته 36,000 و5,000 قضيت عليه مرة بسهولة، فخلوني واستخدم الشيء هذا وان شاء الله يعطيني. اوكي 22 ريشة من الثلجي، يعني الكلام صحيح، ادور الكائنات الخاصة حلو، اعطاني إليمنت الهايد واعطاني ريش 22، كذا موضوع الريش جدا بسيط، فراح اجمع الريش وارجع لكم من جديد من الفاير والكهربائي وكمان التوكسيك. بصراحة يا جماعة الخير وانا رايح ادور لي كائن ابغى اعرف ايش اللي داخل الكهف. اوكي بدا يصير لاج دروبات، ماني عارف ايش اللي جوا الكهف هذا، اول مره جدا بارده، ماني عارف فين الطريق، ايش اللي ممكن الاقيه هنا، هل الكريستالات هذه تعطيني كريستال عادي، اشياء هنا غريبه ما ادري في له اشياء غريبه، اكيد انه في تروفي هنا، لا ما علقت اموري تمام، فلازم اطلع واكمل المهمه اللي انا كنت ادور عليها. في جولتي البسيطه اللي اجمع فيها الريش، طبعا جمعت الريش وحطيته، وهذه بعض الاغراض اللي لقيتها من الديناصورات اللي قتلتها، ولكن الصدفة انه طلع جنبي جريفن انثى ليفلو كان 50، عطيته اكس بي فرفعته 131، والان ازوجهم وان شاء الله يعطوني جريفن الليفل حقه مو بطال. طبعا الاغراض اللي معي راح انزلها الان، تقريبا انا كل شيء جهزته، بس زي ما انتم شايفين الشيء اللي صار خلف الكواليس كمان اني رتبت الاغراض الاسلحة في مكان والمشروبات سواء من انقاص الجوع استمنة كبيرة، فمرة شيء حلو. بعض الديناصورات كل شيء رتبته، طبعا هذا مكان معين زي ما انتم شايفين لونت الوان يعني تقدر تقول غبية، بس هنا الفابريكاتر وهنا هذا المستودع زي ما انتم شايفين ملونه، هنا راح يكون الجلود بأنواعها موجود كذا. جمعت تقريبا الأكثر الريش المطلوب حاليا، راح أحط الأغراض الباقية في أماكنها وأوزعها بحسب الترتيب اللي وزعته، اللي يحتاج ينحط بالثلاجة ينحط بالثلاجة بحيث إنه يفضل معانا. هنا زي ما أنتم شايفين البلود بأنواع موجود وكميات جدا كبيرة، عندي هنا بيضة جاهزة للتفقيس الويفرين، ما أحتاجها بصراحة لأنه عندي 2 ويفرين وهذا بيكون كمالة عدد، فكل شيء موجود عندي كيبلز او ايبكس كيبل موجود عندي، راح احط مخططات الاسلحة كمان في اماكنها، وبعدها نبدأ نصنع الكيبل اللي نحتاجه عشان نروض الديناصور او النيفل القادم من الديناصورات. طيب الان عشان نسوي السبيشال كيبل، واذا امكن راح يكون الحلقة هذه نصنع كبلين ونجيب كل، ولكن على حسب طلب الكائن، اذا كان ليفله عالي راح ياخذ من 2 لـ3 كبل، اما اذا كان ليفله جدا قليل راح ياخذ كبل واحده. فسبيشال كبل صنع 2 نجرب. اوكي يمدينا نصنع منها 2 وصنعنا منها 2، هذه يحتاج فقط الريش الاخضر، الريش الاخضر الى الان ما جبته للامانه لاني ما بحث كويس، فنشوف اللي بعده اللي هو فخلاص الكبلات الجاية كلها بسيطة نقدر عليها ان شاء الله، الفيبلد كبل وكمان هذا الكبل، ولكن الديمونيك كبل اعتقد انه نقدر عليه كمان او لا، نحتاج لبيضة الاوميجا، فلما نروض الاوميجا ان شاء الله راح نجيب البيض. طيب عندنا الان ونبحث عن كائنات جديدة غير الطائرة او اللي موجودة عندي، الاحظ ان الطيور اكثر او الطائرة اكثر من الارضية، يعني انا اخذت هذا عشان يجمع لي الفواكه زي ما انتم شايفين هنا مرة كميتها كبيرة من 10,000، واخذت الكائن الثاني عشان يجمع لي الحجارة، فكل شيء في مكانه الصحيح.
اعتقد الجريفن البيضه جت هنا انسحبت، لاني انا حاط البيض ينسحب في زكم البوب، فانا حطيتهم يتزوجوا بالضبط. ماني عارف البيضه وين راحت، لكن اعتقد ان البيضه طاحت اذا ما خاب ظني، او انها موجوده لكن انا ماني متاكد من الشيء هذا، يبغالي اتاكد. ولا بتنسحب وتجي الثلاجه هنا او يكون في خطا، فماني متاكد فينها. انتوا عارفين انا لو اسيطر على الكائن انه جدا قوي، لا تطالعوا للاستامينا او الدمج الان، انا اتكلم بعد الترويض، بس التوربر مره مره عالي، فهذا صعب اني امسكه في الفخ، فماني عارف بالضبط كيف اقدر اروضه، لكن راح ابدا بترويضه وراح ابدا. طبعا انا نقصت القامه ماني عارف ليش، خلونا نحطها اثنين. انا عارف ان الاضاءة زادت، ولكن يا جماعة الخير هذه المغامرة لازم نخوضها سواء الان او بعدين. انا ماني عارف ايش وضع الدمج او كيف ضرباته، ماني متأكد، لكن انا بتجهز وبحط اقوى طلقة عندي منها اربعة الخاصة بالابكس، لكن واضح انه يطلق نار. يا يموت الجريفن يا حنا. هو ايش هو؟ بافون من كائنات البافون. اوكي ضيعت طلقة، ضيعت الطلقة الثانية. اوكي جت الطلقة الثالثة. اوف يا الصواريخ. لا 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 يا حبيبي، لا يا حبيبي. اوكي يطلق صواريخ. حلوين يطلق صواريخ وليلنا طويل. 18,000 جدا حلوة، ولكن جدا ترويضه صعب حيتعبنا، لكن انا ماني عارف بالضبط. الان الطلقات كلها خلصت، فلازم ابدلها بطلقات اقوى، وان شاء الله ان هذه اقوى ماني متأكد، فراح اجربها الان معاكم. والله انه يخوف يا جماعة الخير، طلقة واحدة راح تضيعنا حرفيا. ايوه تعال ادخل جوا. الله عليك خليك مكانك ولا تطلع، خليك مكانك. ان شاء الله اني سحبته. اوكي قاعد ادمجه، ان شاء الله انه ما يطلع. حلوين امورنا تمام الى الان، امورنا تمام. راح نشوف التوربر فين نقدر ننقصه وارجع لكم. اوكي حرفيا بدا ينحاش، يا رب انه ما بدا ينحاش. خلاص اخر طلقه ابلع. طح لا ما طح. اوكي بقي له ضربه ضربه واحده ويطيح ويصير ملكنا. ضربه واحده يا حبيبي، ماني قادر اصيده من الشجر، ماني قادر. اوكي نروق كذا ونهي فرصتنا. ابلع ما جت فيه يا حبيبي. ايش؟ اوكي هذه فرصتنا يا حبيبي، والله فجعني حرفيا فجعني. اوكي اسمع صوت المنشار، يوه احسه جامد. اوكي وش البوفون هذا يا حبيبي؟ واعطيه دبل تجويع يا حبيبي. ابلع يلا التيم. هلا يا حبيبي. اجربك الان ولا ما اجربك الان؟ لا يا حبيبي، مشينا البيت ونتفاهم، نمشي البيت ونتفاهم معه. رجعت البيت ابى انزل الابكس حقي، لقيت البيضة فقط 277 ذكر، مو بطال فعادي ننتج. ولكن الان نجرب البافون قبل التلفيل، وحنجرب ولكن قبل الصورة وقبل كل شيء خلونا نجربه. الحمد لله ما يحتاج له سدل. طيب اول اوكي 339,000 الهيل، الاستامينا جدا عالية، الدمج مو قد كذا،
السرعة مو قدي كذا كمان، لكن راح أجربه الآن هنا وأشوف إيش ضرباته بالضبط. طيب أول حاجة نشوف كليك يمين 6000، وهذا هو مو ملفل حرفيا، 6000 مو ملفل من سبيس اللي ينط. كليك يسار، أوه كليك يسار يرميني، تعال يا حبيبي ترميني ليش؟ طيب حرف السي، اوكي نار، اوكي حرف الاكس بالمنشار، اوكي 5000. الى الان يعتبر الدمج جدا بسيط، بس بصراحة اوكي هذه ايش؟ اوكي هذه النار، الرمية جدا مالها حل. فخلونا ندمج شوية ونقتل ديناصورات وبعدها نلفل ونشوف كم يصير دمج. متحمسين تعرفوا كم صار الآن الدمج حقه؟ وهو 454. راح نشوف مع بعض، وكمان لا ننسى انه عندنا كمان نقطة راح نحطها السرعة. والآن نروح ونختبره على ديناصورات تستاهل، حرفيا لما نقول كلمة تستاهل يعني تستاهل، يعني زي الطيب هذا اللي هنا 41 أوميجا ويتروض بالأوميجا، فما أحتاج الأوميجا الآن، فراح يكون هو أول فرد تجرب. راح نجرب عليه سي اللي هو نرمي أسهم النارية، وزي ما أنتم شايفين قاعدة تدمج وكيف الدبل، بس لو أعطيها فيه وتنغرس فيه راح يكون الدمج أقوى من كذا. فهو الآن قاعد يدمج، يعني أنا أقدر أدمجه من بعيد من دون ما أقرب ولا أسوي شيء، لكن بأقرب عشان أستخدم عليه حرف السي. تعال شوفوا معايا الدمج جدا عالي، حرفيا الدمج عندي عالي ولاني خايف منه. شوفوا معايا وارمي عليه يا حبيبي وعيش، مات حرفيا مات. صح انه دمجني الربع تقريبا، انا الهيلث عندي 339 دمجني 100000، لكن في النهاية انا المنتصر. فبصراحة البابون هذا كان يعني خطة جدا جميلة. اشوف الضربة العيدية كم، 16000 الضربة العيدية لو اجي، لكن بيوقف 31000 ايش؟ دقيقة خلوني اتأكد، 31000. لكن ارمي عليه الاسهم يا حبيبي الله يرحمه يموت. وفكيت اشياء تك، حرفيا فك لي اشياء تك. خلاص هذا حيواننا المفضل البافون. لهنا وصلنا نهاية الحلقة، اتمنى انكم انبسطتوا فيها. وقبل لا ننهي الحلقة لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة يا صاحبي، خلونا نوصل 10000 مشترك. السلام عليكم. We'll be right back.